السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الصغار في هذا الفيديو التعليمي الذي سنتعرف فيه أقسام الكلمة. تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: الفعل، الاسم، الحرف. الفعل، الاسم، الحرف. الفعل هو كل كلمة تدل على حصول عمل في زمن خاص. أما الاسم، كلمة نسمي بها إنسان أو حيوان أو نبات أو أي شيء آخر. أما الحرف فهو كلمة لا يظهر معناها إلا مع غيرها أو في جملة. ولكي نستطيع أن نميز ما بين الاسم والفعل والحرف، هناك علامات يجب أن نعرفها. نبدأ بالفعل. الفعل يقبل التصريف في الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر. مثلا قرأ، يقرأ، اقرأ. يقبل تاء التأنيث الساكنة. قرأت التلميذة كثيرا. أما الاسم فيقبل التنوين. مثلا مررت بمدرسة رائعة. ويقبل كذلك دخول الألف واللام: الولد، الرجل، الكتاب. ويقبل كذلك حروف الجر: في المدرسة، على الطاولة، كما هو واضح لكم في الصورة. أما الحرف فلا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل، فهو لا يظهر معناه إلا مع غيره، بمعنى مع كلمة أخرى. سأعطيكم أمثلة عن الاسم: أسد، المغرب، قلم، شمس، طاولة، وغيرها من الأسماء. أما الفعل مثل كتب، يكتب، اكتب، وغيرها من الأفعال التي نقوم بها في حياتنا اليومية. أما الحرف مثاله من، إلى، عن، على، في، حرف اللام وحرف الفاء وغيرها من الحروف. وأخيرا تجدون تمرينا ستقومون بإنجازه على دفاتركم لتتأكدوا من معرفتكم وتمكنكم من أقسام الكلمة.